بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم زكريا عبد العالي، مهندس برمجيات، ونواصل في دورة أزور ديفوبس، الدرس الخامس عشر، ودائما مع الأزور بايبلاين الجزء الخامس، وبالتحديد سونار، والجزء الثالث من سونار. إذا بعدما تعلمنا كيف نثبت سونار على مستوى سيرفر محلي، الآن كيفية التعامل مع سونار داخل Azure Pipeline. إذا أنشأت مشروع كما تلاحظون هنا، هذا سورس لهذا المشروع بسيط مثل كمثال، سميته تيست سونار، هو عبارة عن ويب API. ولو ذهبنا إلى ريبو سأجد أنني عملت بوش إلى السيرفر، وعندي هنا السورس الخاص بهذا البروجكت. إذا نذهب إلى بابلاين لهذا المشروع. كما تلاحظون عندي الأورجانيزيشن لسوفت ويب ثم تيست سونار كلاود. أضغط على Create Pipeline. ثم تعلمنا كيف نعمل بابلاين عن طريق اليامل أو عن طريق الواجهة الكلاسيك، يعني الواجهة العادية. أقول له تعمل ماستر. أوكي. في العادة عندما يكون دوت نت أو دوت نت كور نختار هنا دوت نت كور، أوكي، ونعمل أبلاي. سيضيف لي هنا ريستور ثم البيلد والتست وبعد ذلك الببليش وببليش ارتيفاكت. هذه كلها لعملية بيلد لمشروع ولانسمون دي تست لمشروع دوت نت كور، أوكي. لكن الآن نريد عمل بايبلاين خاص بالبيلد وكل شيء، لكن بالإضافة إلى ذلك لابد أن نضيف سونار. نضغط على زر بلس، ثم نريد أن نضيف سونار الآن بعد عملية البيلد. سنضيف سونار، لذلك سأقوم بالبحث عن سونار ونتحصل على أدوات من سونار مثل هذا سونار، وهنا سونار كلاود وخاص بالريزل. هناك مجموعة من الأدوات الخاصة بسونار، أوكي. سونار كلاود للاتصال، هنا يعني ثلاث مكونات أساسية للاتصال عن طريق سونار كلاود. إذا الأول مكون هو خاص بالاتصال، أوكي، يعني عندي سونار كونكشن. بعد ذلك عندي سونار أنالايز الخاص بعملية معاينة الكود أنالايز. بعد ذلك عندي سونار ببليش الخاص بإعطائنا الريزلت. إذا لابد من نضيف الاتصال، ثم نضيف معاينة الكود ومراقبة الكود، بعد ذلك نضيف الريزلت، في الأخير نضيف الريزلت. لكن هنا عندما أضيف هكذا سيطلب مني إعطاء نوت دومين، يعني اسم السيرفر أين قمت بتثبيت سونار، أوكي. هنا نوت دومين ليس عندي لأنني ثبت سونار في لوكال، في جهاز لوكال أوست، يعني ليس عندي سيرفر يعني عنده نون دومين. فالآن سأستعمل سونار كلاود، ولهذا نستطيع يعني عمل كونكشن بهذه الطريقة الكلاسيكية أو مباشرة عند ألغي. هنا لا أقول دوت نت كور بل أقول سونار مباشرة، يعني طريقة أسرع. سونار كلاود دوت نت كور with سونار كلاود، وأضيف له أوكي. هكذا يسهل لي علي عملية، فقط ضاف لي كل شيء. سأضيف فقط اسمها ببليش، هي التي تنقص ببليش ارتيفاكت في الأخير. أوكي. الآن لابد من تحديد البايبلاين، يعني سأقول له مثلا أزير بايبلاين ثم أقول له ويندوز، لأن سيرفر خاص به هو عبارة عن ويندوز. أنا عرفت الأمور الخاصة بالبايبلاين. الآن يطلب مني الكونكشن، يعني ما هو سونار كيوب الذي تتعامل عليه، وقلت أنه لوكال هوست، إذا لا يستطيع أن يتعرف عليه. فلذلك هناك إمكانية للوصول إلى سونار عن طريق الكلاود. هنا يعطيني، قمت بإنشاء كاونت عن طريق سونار هذا
كلاوس اعطيكم الرابطه، ويسمح لي بانشاء اكونت واضفت له يعني مشروع اورجانيزيشن هذه، ثم ضفت مشروع هنا. لابد ان نضيف المشروع الجديد، then my organization اسمها software. بعد ذلك عندي قائمة المشاريع هنا، اين هي اضافة مشروع. اذا رجعت الى هنا الى create organization وساعطيه software. Continue. Read write. Okay. لابد من ذهب إلى الأزير. Okay. سنقول له new. Test. سأنسخ هذا التوكن وأذهب إلى هنا وأعطيه التوكن. إذا الكي create organization، ثم ننشئ مشروع تست هذا المشروع الخاص به. الزر ثم مباشرة يطلب مني تثبيت سونار كلاود مثل ما أنا قمت بذلك. لذلك أرى أين ذهبنا في السيتينج هنا، ذهبت إلى سأرجع إلى المشروع. أبلاي. سونار. لذلك كما تلاحظون أجد كل هذا يعني. قلنا اننا نختار سونار كلاود دوت نت كور ويد سونار كلاود، ثم نضيف امور ابلاي. نرجع الى هنا للكونكشن. هنا لابد ان نعمل اتصال. بعدما انشانا هذا المشروع اوكي، سانسخ هذا التوكن وأقول له new. سأعمل اتصال مع سونار، وكما تلاحظون بعدما نسخت هذا التوكن استطعت الاتصال به هنا. سأعطيه مثلا name نسميه مثلا سونار connection. ثم سيف. عملت سونار كونكشن هنا، اتصلت مع هذا السيرفر اوكي. ثم الان يطلب مني ما هو الاورجانيزيشن. الاورجانيزيشن هي موجوده هنا، لو ذهبنا الى هنا نجدها هي الاولى، هي سوفت ويب. ثم اسم البروجكت اوكي. بعد ذلك بروجكت كي هو هذا اسم البروجكت هذا. انسخ كودي. ساقول له تست، يعني ساعمل نفس الشيء. بعد ذلك سيف. عمل سيف. المكون الثاني بدا هنا، قمنا بعملية الاتصال مع سيرفر سونار. ثم هنا لا نغير شيء، فقط هو مكون لعملية قراءة الكود. يعني هناك بعض الفاريابلز إذا أردنا التغيير. وبعد ذلك الريزلت يكون
عن طريق الواجهة المعرفة في هذا الكومبوننت. إذن انتهى كل شيء، سنقوم الآن بتنفيذ هذا الجوب. سونار كلاود جوب. اوكي، سنجرب الان. وهناك اخطاء. إذا وجدت أن المشكل هو أن الكونت الخاص بأزور ديفوبس هو كونت مجاني الذي قمت بإنشائه، لذلك لا يسمح لي بعمل بايبلاين بهذه الطريقة، فلذلك سأقوم بالتعليق فقط لأحد الفيديوهات التي يعمل نفس الشيء مثل ما عملت أنا. يعني كما تلاحظون عرف سونار كلاود وقام بتعريف كل الأمور الخاصة به. إذن عمل الكونيكشن ثم ضاف المكونات الخاصة بسونار. فقط لمشاهدة النتيجة بعد ذلك، أكيد يعني السيرفر عندما يكون يعني عندكم سيرفر وأزير إصدار صحيح ليس مجاني، فنستطيع إدراج سونار بدون مشاكل. إذن هو يعمل على أوبنتو، سيقوم يعني بنفس الطريقة التي قمت بها، فقط الآن يقوم بران، سيعطيه اسم للبابلاين لهذا الجوب. يعني سيف كونت مع ملاحظة لهذا الجوب، يعني الاسم أعطاه في السابق لكن هنا فقط اسم الملاحظة، ضاف ملاحظة لهذا الجوب، ثم قام بتنفيذ الجوب الخاص بالبابلاين. البايبلاين هذا سيقوم بتنفيذ أوامر سونار لعملية أنالايز للكود. فكما تلاحظون الآن بدأ الجوب الأول لعمل بيلد ثم ريستور، عفوا ريستور لنيو جيت باكيج إلى آخره أمور الباكيج، ثم الأنالايز سونار. هنا الأنالايز سونار يكون قبل البيلد. بعد ذلك يقوم بعملية البيلد. ثم يقوم بالبيلد للتست، يونيت تست، ثم الران للكود انالايز. في البداية ليس هي بريبار وليست انالايز، الآن يقوم بعمل انالايز للسنتاكس. في البداية كانت فقط يعني الكونكشن والتعريف يعني بريبار. الآن هو يقوم بالانالايز ثم انتهى. وهكذا قام بعملية يعني معاينة الكود عن طريق سونار كلاود. ولو ذهبنا إلى الموقع سنجد أنه قام بعرض النتيجة كما تلاحظون في هذه الواجهة في هذه البورد. إذن مباشرة سيقوم بعرض النتيجة هكذا، وأعطاني ماذا يعني شاهد كنتيجة. لم يبقى فقط الآن إلا ربط النتيجة هذه الريزلت هذه بواجهة أزير. يعني عندما نسترجع تكون يعني هذه الواجهة بعد التنفيذ، هنا ليس هناك ربط، يعني القامة البابلاين قام بتنفيذ سونار سيرفر فقط، لكن نريد بعد ذلك استرجاع هذه الواجهة وعرضها على مستوى أزور بابلاين يعني مباشرة، وذلك يكون عن طريق يعني من المفروض يكون على عن طريق البول ريكوست. في منطقة عندما ننشئ بول ريكوست للكود نقوم بإنشاء بما يعرف يعني سونار أولا لتصحيح الكود، عرض الكود وإيجاد الأخطاء الموجودة في الكود،
بعد ذلك البيلد، بعد ذلك البيلد للتيست، عرض الأخطاء الموجودة في التيست، هل كل التيست تمر بنجاح أم لا، كلها تكون عن طريق البول ريكوست، يعني مباشرة عن طريق البول ريكوست. سنرى ذلك لاحقا في الدرس القادم إن شاء الله، كيف نضيف تريجر للبول ريكوست لنقول له نفذ شيء معين، مثل سونار، نفذ سونار، نفذ بيلد، يعني فقط نربطه مع بابلاين. هذا البيلد، هذا البيلد الذي أنشأناه فيه سونار وفيه التاس وفيه البيلد وفيه مجموعة من الأشياء يقوم بها، فقط لم يبقى إلا إضافة هذا، كيفية إضافة هذا البيلد في مباشرة، يعني تريجر، إنشاء تريجر مباشرة، هناك ديكلونشمون، يعني تنفيذ هذا تريجر، هذا البيلد لهذا البابلاين مباشرة عند إنشاء بول ريكوست. عندما ننشئ بول ريكوست، يعني الديفلوبر انتهى من العمل ينشئ بول ريكوست، فمباشرة تنفذ هذا البيلد، وينفذ هذا البيلد للتاس، ونفذ هذا البيلد للاناليز الخاص بسونار كيوب. أتمنى أن يكون الدرس واضح، إلى درس قادم حيث سنعمل على البول ريكوست أيضا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.